انا مهند ابن ممدوح التركي، جايين من المدينه المنوره هنا مع الشباب رحله تدريب غوص، طالعين الان في بوت. المدرب باسل بلال الغولي من المدينه المنوره، طالع باذن الله مع كابتن معتز وكابتن مالك. معكم سلمان طاهر اسماعيل، واحنا ان شاء الله بناخذ دوره المياه المفتوحه مع الكابتن معتز جزاه الله خير، كابتن ماجد والشباب الطيبين، ونتشرف فيكم باذن الله بيض الوجه، بناخذ الرخصه على خير. بالتوفيق ان شاء الله. عبد الله مرغلاني، اهلا وسهلا. ايش بتاخذ اليوم؟ دوره ان شاء الله غوص، اللي هي المياه المفتوحه. ممتاز. معانا طبعا الكينج هنا كابتن. هلا كابتن معتز. اليوم ان شاء الله اخر يوم لنا في دوره تاكن ووتر، معنا الشباب، واخر غطستين حناخذها من بوت هنا في ينبع. زي ما انت شايف الاجواء جميله، فإن شاء الله ينبسطوا الشباب وكلنا ننبسط ونخلص الدورة هذه على خير. صاحب مركز فقاعات الغوص صراحة مشكور، بيقدم لنا رحلات بسيطة مخفضة لطلاب الغوص. أهلا وسهلا كابتن. الله يسعدك. إيش تقدم لنا إن شاء الله اليوم كده؟ بإذن الله حكونا إحنا عندنا رحلة مرة إن شاء الله بإذن الله ممتازة، منطقة جدا جميلة، منطقة اسمها الفصمة، مفيدة جدا للتدريب الغوص. الله يديك العافية. ملائمة طبعا طبيعتها وأعماقها إن شاء الله. متى حنطلق دحين؟ إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله 6:30 بإذن الله، ما نكون إن شاء الله 7 اللي إحنا موجودين. يلا بالتوفيق للجميع. الآن حننطلق إلى منطقة تدريب الغوص عشان نغلق الشباب معانا. الشباب كلكم جاهزين؟ جاهزين. أهلا وسهلا بالجميع، أهلا وسهلا بالجميع، منورين. Thank you.
Thank you.